هذا سائل يقول: كيف يكون النصح للوالدين إذا ارتكبا بعض المعاصي، وإذا أمرني والدي بحلق اللحية ومقاطعة الإخوة، فما واجبي نحوه وجزاكم الله خيرا؟ المناصحة للوالدين واجبة، لأنهم أحق الناس لنصيحتك لهم، تدعوهم إلى الله وتحذرهم من المعاصي ومن المخالفات. الله جل وعلا يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين. والله ذكر عن إسماعيل أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة. وأحق أهلك وأحق أقاربك هو والداك، تنصحهما وتعظهما وتذكرهما وتبين لهما طريق النجاة. هم أولى الناس بنصيحتك، ثم أولادك، ثم أهل بيتك. وأما إذا أمرك بمعصية، حلق لحيك أو إسبال ثوبك أو أنك تشتري له دخان أو غير ذلك، هذه معصية لا يجوز أن تطيعه فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال سبحانه، وقال أن قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. والله جل وعلا يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلا يطاعان في الشرك ولا في غيره من المعاصي. ولا تقول هذا من البر فطيعهم بحلق اللحية أو في المعصية من باب البر لهم، هذا ما هو بر، هذا إثم. نعم.